السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان على قناتي من شباب. أطاب الله مساءكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم إلى استوديو المنتصف الذي نرصد من خلاله أهم المستجدات في الميدان خلال الساعات الأخيرة الماضية، والتي سأبدأها من شبوة، حيث هنالك العديد من التطورات. قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قامت بعدة عمليات عسكرية مباغتة في مديرية بيحان في شبوة شرق المدينة. هذه المواجهات خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، مشيرة المصادر إلى أن قوات الجيش تمكنت من أسر عدد من الانقلابيين. سأذهب إلى ضيفي الكريم الشيخ علي الحجري الحارثي، مدير عام مديرية عسيلان القيادي بمقاومة شبوة، الذي ينضم إلي عبر الهاتف ليحدثنا عن أهم المستجدات في منطقة شبوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي الكريم، مرحبا بك على قناة من شباب. ما الجديد في شبوة؟ والله يا عزيزي، الجديد البارح الساعة 3 صباحا بدأت العملية إن شاء الله، عملية التحرير لبيحان بشام، وبدأت من مديرية عسيلان. نعم. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الخيرين وإجهان من أفراد ال 21 وأفراد اللواء 19. نعم. المقاومة في وادي بيحان ومقاومة عسيلان بشكل عام. ما هي أبرز المواقع التي سيطرتم عليها في هذه المناطق؟ نعم، المواقع الحمد لله تم السيطرة على مركز العلم ومركز السليم ومركز الحسجة، وكذا من الجهة الغربية تم تحويط حيد بن عقيل، ولا زالت القوة الآن محيطة بالحيد في أجزاء من الحيد، ولا زالت الاشتباكات الآن مستمرة، وكذا تم السيطرة على المنطقة الغربية والتي على بالقرب من مدينة النقوب. هذه المنطقة يقال لها طوال الشادة، فيها الأبطال الأشاوز من نعم. أفراد اللواء وأفراد المقاومة. نعم. ما أهمية هذه المناطق التي سيطرتم عليها عسكريا؟ نعم. من الناحية العسكرية هذه المناطق اللي تم السيطرة عليها أنا أعتبرها مناطق هي بوابة التحرير لبيحان بشكل عام. ستساعدكم بحيث تكون قواعد عسكرية للانطلاق إلى مرحلة ربما. نعم. هي ستحاصر الميليشيات وتقطع عليهم الإمداد من عدة اتجاهات، وستساعد على تحرير وادي بيحان بشكل عام. نعم. ماذا عن منافذ التهريب في شبوة التي كثير من الناس يتحدثون يعني عن كونها أهم روافد للحوثيين ترفدهم بالأسلحة المهربة؟ عزيزي، بالنسبة لشبوة هي فيها جغرافية واسعة وفيها منافذ للتهريب. نعم. أغلبها اللي هو وادي مرخة العليا والسبلة، هذه المناطق هي مفتوحة، لا يوجد فيها لا جيش وطني ولا نقاط للحكومة الشرعية. لماذا لا تتواجد فيها الحكومة الشرعية طالما أن هذه المناطق من أهم روافد الميليشيات فيما يتعلق بإمدادهم بالأسلحة يعني؟ والله يا أخي، الحكومة الشرعية لا زالت تعاني من قلة الإمكانيات داخل عاصمة المحافظة، عاصمة محافظة شبوة، لا زال الأمن داخل العاصمة في خلالات نتيجة عدم تواجد الدعم للجهات الأمنية وكذلك. أنا إذا تتصور أن الجيش الوطني داخل محور عتقي للآن لم يستلم الرواتب. الأمن، أفراد الأمن في داخل شبوة إلى الآن لم يستلموا الرواتب، لم تجد لهم وسيلة النقل، لم تجد لهم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على أساس يودون مهامهم. لكن نحن لنا أمل، والأمل في الله سبحانه وتعالى، على أساس في قوة من النخبة إن شاء الله واصلة لمحافظة شبوة وستسلم السيطرة على منافذ التهريب كما قد بدأت النخبة في مديرية ميفعة اللي نعم. هو منطقة بالحاف، المينة حق بالحاف الآن فيها النخبة وسيحجمون التهريب، ولكن التهريب هو له عدة جهات. نعم. في جهات تجي من حضرموت، تجي من طريق عمان ومن طريق المهرة وتتصل في شبوة بعض الأوقات. نعم. طيب أخي الكريم، قبل يعني أيام كثير من التقارير رصدت أن هنالك عدد كبير من الأسرى
في المعركة الأخيرة في بيحان، هل هناك أسرى حوثيين؟ نعم، اليوم في معركة اليوم تم 6 أسرى وموجودين لدى الجيش الوطني والمقاومة، وكذا أفراد تم إصابتهم وتم احتجازهم، والآن يلقون العلاج داخل المستشفيات في شبوة. نعم، بعد هذا التقدم الملحوظ في شبوة في منطقة بيحان، لا زال هنالك يعني الكثير ممن يساندون فلول الانقلابيين في شبوة بعد هذه الهزيمة، ما هي رسالتكم لهم؟ والله رسالتنا، نحن ننادي أبناءنا وأخواننا من أبناء شبوة اللي لا زالوا يدعمون هذه الميليشيات الباغية التي غزت أرضنا، نناديهم باسم المخوة، باسم الجيرة، باسم الدين، باسم دولة القانون ودولة والدولة الشرعية، أن يفيقوا من أن يلتحقوا بالشرعية. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا الشيخ علي الحجري الحارثي، مدير عام مديرية عسيلان والقيادي بمقاومة شبوة، على ما تفضلت به من معلومات مهمة حول آخر المستجدات في منطقة شبوة وبالتحديد بيحان.